السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد. في هذا الشرح إن شاء الله إخواني الكرام سنتعرف على الطريقة الصحيحة أو أفضل طريقة لشحن بطاريات اللوتيوم إخواني الكرام، كما هي معروفة. فبطاريات معروفة وغنية عن التعريف، بطاريات اللوتيوم. فالمشكل هذه البطاريات فهي عند شحنها إخواني الكرام، يعني بالطرق التقليدية، ولكن أقول لك أخي الكريم حذاري أن تقوم بشحن هذه البطاريات بدون أن تعمل لها بوردة أو أي شيء. ولكن إن شاء الله سنتفادى كل هذا ونستعمل طريقة شحنها بأفضل طريقة إخواني الكرام، باستعمال شاحن خاص ببطارية اللوتيوم. فهذه تجربة إخواني الكرام أنا أشاركها معكم، هناك عديد من الشواحن مثل هذا الشاحن إخواني الكرام، فأنا أستعمل هذا الشاحن فهو يعمل بكفاءة عالية، ويعني منذ 5 سنوات تقريبا، وهذا الشاحن فهو يعمل بشكل جيد إخواني الكرام بدون أي مشاكل. فهذا الشاحن فهو خاص ببطارية اللوتيوم، وكذلك يشحن بطارية صغيرة والبطارية الأكبر من هذه حجما. ويعطيك والميزة كذلك الأفضل في هذا الشحن إخواني الكرام، فهو يعطيك قيمة الفولت الخاصة بالبطارية والأمبير، وإذا كانت البطارية تلفة وإلى غير ذلك من الأمور. وكذلك يمكنك استغلاله كباور بانك من خلال شحن الهاتف من هذا المنفذ. نبدأ على بركة الله، سنشحن أي بطارية. نقوم بوضع مثلا بطارية على هذا الشكل الأولى، فبمجرد أن تقوم بوضع البطارية يشتغل يعني الشاحن. نقوم بتجربة 4 بطاريات، والجميل في هذا الشاحن فهو يشحن 4 بطاريات دفعة واحدة، يعني ليس بطارية واحدة. وكذلك تشحن هذه البطارية، يمكنك شحن هذه البطارية في ظرف ساعة واحدة تقريبا أو ساعة ونصف، يعني عكس الباور بانك إذا أردت أن تشحن البطارية فتنتظر تقريبا 4 ساعات 5 ساعات على يعني الأقل. نأتي بالشاحن الخاص بهذا الأدابتر الخاص بهذا الشاحن، فهو يشتغل كذلك ب 12 فولت. فعندما نقوم بوضع الشاحن سيعطينا قيمة البطاريات كما هو مبين هنا. فهذه بطارية مثلا تشتغل ب 3 فاصلة مثلا، هذه بطارية رقم 1، بطارية رقم 2، بطارية رقم 3، رقم 4. فهذه البطارية رقم 1 فهي الفولت الخاص بها 3.7 فولت، يعني لم تشحن بالكامل. ولاحظوا معي فهي الفولت الخاص بها يرتفع عندما تشحن، وكذلك هنا يعطيك قيمة الأمبير، فالأمبير يزداد ويشحن. وكذلك عند شحنها بسرعة ستقوم فقط بالضغط على هذا الزر ضغطة مطولة، تقوم بالنزول هنا 500 ملي أمبير، تقوم بالنزول لشحنها بطريقة أسرع. وإذا وضعت هذا الخيار الأسفل 1000 ملي أمبير فستشحن هذه البطارية في ظرف يعني تقريبا ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، ستشحن بالكامل. وكذلك 4 بطاريات ستشحن في ظرف ساعة أو ساعة ونصف، ويعني تنتهي مشكلة. ننتقل إلى البطارية الثانية، فهذه البطارية فهي يعني مشحونة تقريبا بالكامل، فهي 4.10 فولت. فهذه البطارية فهي مشحونة تقريبا، لكن عندما ينتهي الشحن ستجد هنا مكتوب أوند، يعني انتهى الشحن أي بطارية ستجد مكتوب أوند. هنا رقم بطارية رقم 4 فهي كذلك 3.88 فولت، فهي لم تشحن بعد. والأمبير فهو يزداد 10 يعني 10 ملي أمبير، فالأمبير يرتفع، لاحظوا معي 11 ملي أمبير وهكذا. ويمكنك شحنها بسرعة كما قلنا بالضغط على الزر مطولا، فتجد هنا مكتوب كلمة شارج، تقوم بالضغط هنا بالنزول على هذا الشكل، ستضع على هذه القيمة 1000 ملي أمبير، ستشحن هذه البطارية كما قلنا بسرعة. فهناك عدة شواحن، لكن أنا أفضل هذا الشاحن صراحة، فهو شاحن بذو كفاءة عالية. وهذا اسم الشاحن لمن أراد شراؤه إخواني الكرام من النت، فشاحن صراحة فهو ذات جودة عالية وشركة معروفة. نقوم بتجريب أي بطارية أخرى، فمثلا هذه البطارية إخواني الكرام، هذه بطارية تالفة. إذا كانت البطارية تالفة ستعطيك يعني لا يعطيك شيء، لاحظ معي، فالبطارية تالفة رقم 1، ف يعني فقط مكتوب 2 3 4، يعطيك هنا رقم كل بطارية 3. ننتقل لرقم 2، ولكن رقم 1 فهي غير شغالة. إذا جربنا قمنا بتجريب بطارية أخرى ستشتغل، ستظهر مباشرة عند وضعها، لاحظوا معي ظهرت معي رقم 1 فهي في طور الشحن. نقوم باختيار هذا الخيار كما قلنا فهي تشحن، أما إذا كانت البطارية تلفة فلا تعطيك أي قراءة. فهذه ميزة كذلك جميلة في هذا الشاحن، ويعطيك قيمة الفولت والخس كل شيء. فهنا ارتفع الأمبير 22 ملي أمبير. وكذلك يمكنك شحن هذه البطارية الصغيرة، فقط تقوم بوضعها
ستشحن هذه البطارية فمن خلال ظرف تقريبا 5 دقائق أو 6 دقائق ستشحن هذه البطارية، فهي بأمبير قليل. لاحظوا معي رقم واحد، فهي تحتوي على فولت 1.3 فولت، فهي تشتغل كما قلنا ب 1.5 فولت. لاحظوا معي فهي تشحن الآن، الأمبير يرتفع وهكذا. وكذلك إخواني الكرام، فيمكنك تشغيل أو شحن الهاتف الخاص بك، فهو يشتغل كباور بانك. فمثلا هذا كيبل، نقوم بنزع الشاحن الخاص بالأدابتر ونقوم بتحويله إلى باور بانك فقط باستعمال هذا الكيبل، ويشحن بسرعة. لاحظوا معي إخواني الكرام، فهو يشحن يعني بمثابة باور بانك. انا احتاج يعني هذه الطريقه يعني الشخصيه شخصيا استعملها اخواني الكرام في شحن هذه البطاريات. لدي بطاريات كثيره مثل هذه، فانا احتاج واقوم بجميعها واستفيد منها في امور عديده، مثل صنع بطاريه 12 فولت و اصنع بطاريه 12 فولت فقط باستخدام بربطها بواسطه مغناطيس الخاص بي يوجد بداخل السماعات. فيمكنك ان تقوم بالدخول الى هذا الفيديو، ساضع لك اسفل الفيديو في على الشاشه اذا اردت ذلك. اذن اخواني الكرام، الى هنا ينتهي شرحنا والى شرح قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اخواني الكرام، فيمكنك شراء هذا كما قلنا هذا الشاحن من النت، فهو ثمنه تقريبا 15 دولار او اقل من ذلك، هذا يعني ثمنه. ودمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.